ذكرت من قبل أن بعض المعتقلين كان يتصادم مع قوات الشغب ويصيب الجنود ويدممهم بعض الأحيان. إذا كانت الدخلة بهذه الطريقة مع الدموع والكسارات والخوذ يعني شلون كان المعتقل يقدر حتى يوصل لأحد القوات بالضبط الشغب؟ بالضبط والله، يعني لولا أني أنا كنت أراهم بعيني والله لما صدقت، يعني أمامي الزنزانة اللي يمي مثلا أو القريبة مني أو اللي أمامي، فتلاقي الجنود قوات شغب تقتحم الزنزانة بعنف شديد، يعني هذا العدد الكبير مع البخار، والله العظيم كنت أشوف بعض الجنود يطلع والدم في وجه الجندي منه، أهو من الجندي، ويصيح الجندي، أحيانا كنت أشوف جنود يبكون، في جندي من الجنود دخل طلع إيده مكسورة، الأخ داخل ضربه، ما يكون يعني مقيد قبل لا يقيدونه، ما شاء الله في أخوة متعافين، يعني في أخ مغربي حبيب على قلبي والله اسمه أحمد، فهذا الأخ أحمد طبعا سجن من غير وجه حق لسنين طويلة من غير محاكمات، ولا عنده شيء، ولا عنده عليه أي شيء، فكان هذا الأخ من أشد الناس على القوانين الجائرة، فمرة من المرات ادخلوا عليه الشغب، فكان أخ يمني الله يحفظه يا رب، حبيب وشجاع من 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 وما شاء الله عليه، يعني من أيضا من الناس اللي دائما يعني في مقاومة مع الجنود يعني، فكانوا اثنينهم في يعني عنبر العقوبات، واثنينهم ما شاء الله مستصحين والله منعم عليهم جسم يعني، فمرة دخلوا الشغب والله يا جماعة دخلوا على أبو عمران المغربي، حاول الشغب 7 جنود مدججين بالدروع والخوذ أن يقتحمون زنزانته ما استطاعوا، رشوا بالبخاخ ما استطاعوا، ثالث مرة يمكن رشوا الزنزانة رش، فهو سوى نفسه مغمى عليه ودخلوا الجنود، أول ما دخلوا الجنود قام وما شاء الله طويل والله معطيه بنية، يعني مسك الجندي الأول يقول يخبرنا بالقصة منه اليمني اللي الأخ اليمني أي، فيقول لنا أنا شفت الجندي الأول يقول والله أمام عيني يا شباب أطالع من الفتحة يقول طار، يقول شاله فوق وضربه على الأرض، إحنا بعدين عرفنا إن أبو عمران دخل صبع داخل عين الجندي من داخل الخوذة، دخل إيده داخل الخوذة وأدخلها في داخل عين الجندي، والجندي يصرخ، الجنود من الخوف تركوا صاحبهم منحاشوا، طلعوا من الزنزانة وتركوه هو لوحده، فبعدين أخذوا رشوا رش هو والجندي، وبعدين أخذوا الجندي وحموه ونقلوه، والجندي يصرخ وكان دم، الجندي هذا ما شفنا من بعد هذا اليوم ما رأينا، فأبو عمران يقول لسند يقول ها يا سند بشر صار بالجندي اللي أنا ضربته يعني، فهو يمزح معه يقول له أبشرك ودع يعني راح فيها، فخاف أبو عمران قال له إيش لأن وراها قضية كبيرة يعني، بس طلع يعني يمزح